بالعكس اللي كانوا يسبون الأمريكان كانوا يتلقون وياهم بالليل. شنو لا خلينا التاريخ يتلقوا وياهم بالليل ويسافر سوى ويسافر اي سافر سوى ويسافر سريا لأمريكا. زين في فترة لا سوى شو احنا لا احنا ما نروح احنا نروح ما احنا نروح معلنين واضحين اهدافنا واضحة اي ونقول لهم الامريكان نقول لهم لا نسمح لكم بالتدخل والله يا اقسم لك بالله. نعم في يوم من الايام انا التقيت بوزير الخارجية هذا توفى كولن باول اي ورئيس المخابرات الامريكية على دعوة عشاء مختصرة بس اللي يسووها ببيت رئيس المخابرات الامريكية. نعم كان كل واحد منهم زوجته وياه انا لوحدي. فقالوا لي احنا عندنا مفاجأة لك اكو اكلة مال حلويات مال مشمش ايه احبها اني ايه فمسويها. قلت له ترى صدق قلت له ايش مديك وانا احبها. قال شغلنا شغلنا المخابرات. قلت له احسن رجال المخابرات ايه بس تعال اقول بس شلون تغلطون ولعتك هذا صار كلام واضح. اي قلت له شلون تغلطون بقضيه العراق. من اجى من اجى من اجى لبغداد العفو العمان ده يقنعني باستلام وزاره الدفاع. قلت له ايش لك بيها انت؟ شلكم بيها انتم امريكان تعينون وزراء عراقيين وحكومه عراقيه. احنا سوينا مجلس الحكم على اساس هو يكون مسؤول عن تعيين الحكومه العراقيه. انتم شنو على اي اساس تسوونه؟ فانا بالنسبه لي ترجعون بالسلامه انتهت المقابله ونزلت اللوبي مال الفندق ودا اطلع ارجع تدري لحقني اللوبي مال الفندق. قال انا قلت لهم اياد علاوي ترى عنده نظره وطنيه لامور العراق ومن الصعب التاثير عليه في هاي النظره. اي بس ما افتهموني. بوش يقول لي قال لا هذا روح قنع على اياد علاوي الاو الجوندليز رايس وهذا رئيس الكرن معاون رئيس الكرن كان اركان العسكريه الامريكي. فانا ما كنت مع الاحتلال ابدا ولا دعيت الى الاحتلال. زين وانا حذرتهم وتحذيراتي واضحه قلت لهم والله بعد شهرين اذا بقى جيشكم شهر او شهرين شهر ونص راح تصير مقاومه عاد الله خبره. العراقيين لا يتعاملون الاجنبي. الروايات طردوا اكبر امبراطوريه في عهدكم هي الامبراطوريه الانجليزيه. نعم